أتعبت في تربيتي خلوقي وأدبي وكذا راحتي نورت لي دربي نحبك يا أمي ونحبك يا أبي حبكم يجري في دمي. شكرا، مرحبا بكم في عدد جديد من حصتكم ولادنا تحت جناحنا. ولادنا تحت جناحنا حصة تأتيكم بنصائح، علاش؟ باش تربيوا ولادكم بطريقة سليمة، لأن الأولياء دائما عندهم تساؤلات ولو بسيطة ولكن الإجابة تكون أبسط، ولكن لازمها تكون لازم الأولياء يكون عندهم دراية بهذه الحالات هذه. اليوم عندنا حالة مهمة جدا جدا، هي العقوبة والجزاء، لا بونيسيون اي لا سانكسيون. الاولياء وخاصه كذلك في مجال التربيه والتعليم كاين لا بونيسيون العقوبه، كيفاش يعاقبوا الطفل وعلاش وكامل. حتى الاولياء اليوم من خلال النصائح اللي نقدمهم لكم نشوفوا يا هل ترى هذه العقوبه هذه مليحه ولا الجزاء احسن، ولا في اي واقع يعني دون كل كونتكست نقدروا نعاقبوا ولدنا وكيفاش وعلاش وش هما الاثار اللي قادره تكون عنده ونعاقبه هو ما نعاقبوش خوه وكامل. ماذا بينا نتكلموا عليهم مع اخصائيين اللي راحين يرافقوني اليوم. معنا الاخصائيه النفسيه السيده امينه حريش مختصه في علم النفس. تفضلي مدام. مرحبا بك مدام، شرفتينا. تفضلي. ومعي كذلك ضيفي الدائم السيد لابري نوردين، 39 سنة في مجال التربية والتعليم. مرحبا بك. مرحبا بك، شرفتنا. تفضل. شكرا. تفضل. خير أستاذ. نستضيف اليوم كذلك تجربة حية، معنا أم سيدة خوجة نجاة. مرحبا بك مدام. مرحبا بك. تفضلي مدام، شرفتينا. في كل حصة نستضيف طفل ولا طفلة. اليوم معنا طفلة دير الواجبات المدرسية تاعها في هذاك المكتب الجميل. اليوم معنا ابتهال. تعالي. واش راكي بنتي؟ لاباس. شحال في عمرك ابتهال؟ 10 سنوات. 10 سنوات، أي سنة تدرسي؟ أدرس السنة الرابعة ابتدائي. سنة شاطرة في الدراسة؟ نعم. شحال جبتي المعدل؟ 8.25. سقوا عليها. برافو بنتي. كيفاش دير الواجبات المدرسية تاعك؟ حتى يقولوا لك والديك راح تقراي ولا تقراي وحدك؟ منظمة وقتك، كيفاش ديري باش تقراي؟ نقرا وحدي، منظمة وقتي. كنروح للدار نشرب حليبي، ثم أذهب أستريح قليلا، ثم أتوضا وأصلي، ثم أذهب للدراسة. الله يبارك. والسبت والثلاثاء أذهب إلى المسجد لأدرس. الله يبارك. وبالسبت في المساء نحل واجباتي المدرسية تاع غدا. تاع الغدوة من داك. والجمعة واش ديري؟ ترتاحي؟ نرتاحش قليلا. تلعبي شوية مع صحباتك وكامل؟ نحفظ، ماما كذلك تساعدني وبابا. تساعدك ماما وبابا في الدراسة؟ حتى المديرة تنشطنا، تقوم برحلات. تحبوا الرحلات؟ مليح، إذن النشاط مليح، الرحلات واللعب مع الأصدقاء وكامل جميل جدا، والأجمل أنك تنظمي وقتك. شكرا بنتي، تفضلي روحي ديري الواجبات تاعك في هذاك المكتب الجميل. وانتم ثاني يا أطفال كما قلت لكم ابتهال، الرحلات ملاح، اللعب مليح، ولكن مليح أنك تنظم وقتك، وهذا بمساعدة الأولياء وكذلك المدرسين تاعكم. إذن لازم ديروا الواجبات تاعكم بانتظام باش تنجحوا. مرحبا بكم في هذا الموضوع اللي نقول انه موضوع مهم جدا. شكون وراه الوالي، الاب ولا الام ولا اللي ما عاقبش وليده، ولا وراه المعلم ولا؟ ولكن حبينا اليوم من خلال هذه الحصه هذه نتكلموا عن العقوبه والجزاء، لا سانكسيون اي لا بونيسيون، باش الناس تفهم واش هو الفرق بيناتهم، وخاصه ما هي الاثار. لانه الطفل ممكن انك ديرو امبونيسيون ولا تتعاقبه ولا، ولكن مليح انك تكون عندك درايه بالاثار يعني اللي قادر تخليها. ممكن انك تعاقبه من بعد تندم، قال انا وليدي عاقبته وكثرت له، يعني زدت له في لادوس كما يقولوا، كثرت له في العقوبه، ما كانش لازم نعاقبه الى هذا الحد مثلا وكامل. ماذا بنا اليوم من خلالكم نتكلموا على هذا الموضوع هذا، بما ان العقوبه
والجزاء موجودة بقدر كبير في المنظومة التربوية. ماذا بيا نبدأ بك أستاذ لابري نور الدين، كلمنا بزاف الأولياء والمربيين بلكم يتسألوا الفرق بين العقوبة والجزاء، يعرفوهم يسمعوا بهم، ولكن احنا ماذا بينا اليوم نوضحوهم ونتكلموا على واش هو اللي يقدر ينطبق على المنظومة التربوية حتى ولادنا يكون عندهم تحفيز، لأن إذا عاقبنا ولا جزينا طفل بدون جدوى، يعني بلا ما يتربى ويعني يقول أنا عاقبوني لازم ما نزيدش ندير هذا الشيء ولا لازم ندير أحسن ولا، يعني ما درنا والو. إذا كان الطفل ما خداش درس من هذيك العقوبة هذيك. إذا تفضل أستاذ. شكرا سي يزيد، بارك الله فيك. هذا كذلك موضوع العقوبة والجزاء موضوع مهم بالفرنسوية حتى يفهم المتفرج والأولياء والعامية بالفرنسوية. راهم يشوفوا فينا في الخارج، ها يشوفوا نعم فينا في قاع دول العالم عبر الانترنت وعبر الساتليت وكامل. إذن كان لا بونيسيون اي لا سانكسيون. اكزاكت. لا بونيسيون هي العقوبة، العقاب او العقوبة، اي لا سانكسيون هو الجزاء. إذن هناك فرق، وفرق كبير، مش فرق غير في اللغة وإنما حتى في الفعل. يعني العقوبة لا بونيسيون وصل بعض علماء التربية المعاصرين وعلى رأسهم واحد كبير معروف، يعني هذا دار ثورة في التربية اللي هو سيليستان فريني خاض في موضوع هذا العقوبات هذه والجزاء، ويقول وصل وين يقول العقوبات، نقولها اون فرونسي كما قالها ونشرحها من بعد، لي بونيسيون سون توجور اون ايرور، سي اون ايرور، يعني العقوبات تعتبر دائما خطأ. إذن خطأ تربوي. نعم خطأ تربوي جسيم. و علماء التربية يفرقوا ما بين كما قلنا ما بين العقوبة والجزاء، ويقول لك العقوبة وش هي. العقوبة يقول لك هو سي اون ديمونسيون ريبريسيف، ردعية وقمعية كي كونكريتيز لو بوفوار دو فور كي هي لادولت، لو بوفوار دو فور كي هي لادولت القوي سور لو فابل كي هي لونفون اون ايدون لا بونيسيون. إذن هذه العقوبة هذه تتمثل في سلطة الكبير، في فرض سلطة الكبير على سلطة الضعيف القوي الضعيف اللي هو الطفل. إذن شوف كاين السلطة، كاين الفكرة تاع السلطة وفرض السلطة تاع واحد أقوى من واحد، والطفل، هنا نرجع للطفل اللي هو المعاقب، هو يشعر بهذه عليها مقبلة، ما ندخلوا في علم النفس، هو يفيق يشعر بهذه السلطة هذه، يقول لك تنو كبير عليا، عنده السلطة عليا، راهو يفرض عليا بعض الأشياء أو يحقر فيه بالعمي. بارك الله فيك. إذن هذه هي وجد، يقول سيليستان فريني في هذا الباب، يقول لك نول لونفون با بلوس كو لادولت نام être commandé d'autorité. هذه طبيعة الإنسان بالعربية، يقول لك لا أحد، الطفل كما الكبير، يرضى أن يكون تحت حكم سلطوي، تحت حكم معليش، يعني تقول له دير هكذا ما تحاولش تفهم. بارك الله هذه. يعني السلطة، يعني حكم سلطوي، يعني تسلط، يسلط يعني عليه حاجة، يديرها رغم عنه. بالضبط. شوف يعني الطفل كي تقول له دير حاجة بالسيف ولا تقول له دير حاجة تتكلم معاه، تشوف هذيك الحاجة يديرها بفرح وسرور. يعني بارك الله فيك. هذه هي العيوب تاع لا بونيسيون. دوك نجيو باختصار جدا للجزاء اللي هو حاجة أخرى. لا بونيسيون هذه ما تعتمدش على قواعد او على ضوابط معروفه. يعني نعطيك مثال، طفل يدير حاجه نعاقبوه مباشره، نعاقبوه خلاص، يعني تعاقبوه خلاص. ونفس الغلطه، ربما عندنا زوج داروا نفس الغلطه، قادر نعاقب هذا بطريقه تختلف عن الاخر، يعني ماهيش موضوعيه. ماهيش موضوعيه تماما. والاطفال لانها ما عندهاش مقاييس. سي لا بونيسيون، كيما جات عاقب، كيما جات تفرض عليه. بالضبط. والطفل بالك نفس الشيء، كاين استاذ في طفل يدير غلطه
بالك استاذ ما راح يعاقبه بطريقه ولا اخرى استاذ اخر يعاقبه بطريقه اخرى يعني بطريقه اخرى سي لا بونيسيون بونير جيت حنا اللي كنا نعرفوها بكري لا بونيسيون يقول لك عاود كتب هذه الجمله هذه 100 مره هذه نشوفوا عليها احنا هذه فاشله هذيك على كل حال بينت الفشل تاعها هذيك انا نشوف اللي بدات تتلاشى وتروح يعني طوميو طوميو احيانا العقوبه ما تناسبش مع الغلطه طب. احيانا نسلط عقوبه كبيره على غلطه صغيره واحيانا عقوبه صغيره على خطا كبير بالضبط. يعني ماهيش موضوعيه كما تفضلت السياسي باختصار باش نزيد نواصلوا ونخليوا التدخل تاع الدكتوره اما لا سانكسيون اللي هو الجزاء وحتى في الدين نتاعنا كاين الجزاء جزاك الله خير كما يقولوا ان شاء الله والجزاء علاش ربي يتكلم عن الجزاء في القران وفي الجزاء لان الله عز وجل بين لنا الحلال وبين لنا الحرام بالضبط. يعني احنا نعرف الحلال ونعرف الحرام فاذا وقعنا في الحرام فالجزاء من الله ربي يجزينا لاننا عارفين هذا الشيء وقمنا به واذا قمنا بالحلال يجزينا ايضا يعطينا الجزاء نتاعنا اللي هو جزاء ايجابي يعني لا سانكسيون لي بوزيتيف ونيجاتيف الجزاء ايجابي وسلبي بالضبط بالضبط دونك اذا والجزاء هو يجي بعد كما يعني الجزاء هي قلنا بلي العقوبه ما عندهاش قواعد ما عندهاش اسس ما عندهاش قواعد ولكن الجزاء الجزاء هو هي ياتي الجزاء ياتي بعد ان او جراء او نتيجه كاين ضوابط قواعد معروفه من الجميع من الذي يعاقب ومن المعاقب بالضبط لازم يعني من لازم الكبار ومن الصغار لازم تجي في الوقت لازم دير الواجبات تاعك لازم نعرفوها لازم تكون معروفه اذا والجزاء لما يجي الجزاء ما عندوش هذيك الفكره نتاع القمع الجزاء ياتي من اجل التصحيح قال انت راك عارف بلي هذه الاشياء ما لازمش نديروها ودرتها انا نعاقبك باش تصححها اذا عندها هدف تربوي هدف تقويمي باش ما نعاودوش اصلا الهدف من الجزاء انه الطفل يراجع نفسه وما يعاودش نفس الخطا بارك الله لانه ماناش احنا ماناش رادعين ولا باش نقمعوا الطفل يعني هكذا برك غراتويتمون يعني لازم يتعلم من التجارب نتاعو بارك الله فيك اذا لي بونيسيون نو برين با ابوي سور دي ريغ قلنا هذه سي لا بونيسيون ولا احنا رانا في لا سانكسيون رانا في الجزاء العكس تماما العكس اللي هو لا سانكسيون عمرها ما تعتبر من طرف الجزاء عمره ما يعتبر من طرف الطفل بانه غير عادل يعني قمعي يقولوا يتقبلوا الطفل يتقبلوا لانه كاين ديجا قواعد فهمتوا عليها على بالي وقابلينها الجميع وتطبق الجزاء يطبق على الجميع بنفس الطريقه لانه قال يا ابنائي اللي يجيب ما بين 10 و 12 ندخل في التقويم يعني تعرفوا احنا دراري كلهم والاولياء السنه وليدي جاب طابلو دونور لوحه شرف جاب تشجيع جاب كذا اذا على اي اساس هذا الاساس يكون باين احنا ندوزوا للاقسام والاساتذه يقولوا للتلاميذ انا رايحين نديروا المجالس مجالس الاقسام يقولوا لهم اللي يجيب اقل من 6 عنده توبيخ لما الطفل يجيب اقل من 5 ويدي توبيخ ما يقولكش باللي ظلموني والاولياء ما يقولكش باللي ظلموني لا انا عارف يعني متفق عليه متفق والعكس اذا قال لي جيب من 15 الفوق ولا 16 الفوق ايجابي كذا اذا هذا هو لا بونيسيون انا حبيت الفرق ما بين لا بونيسيون اي لا سانكسيون انا حبيت نتكلم عن انواع نتاع لا سانكسيون ولا لا بونيسيون الانواع في المدرسه يقول لك باللي اخطر واصعب بونيسيون هي اللي تمس الشعور نتاع الطفل يعني احنا تعرفوا لي باللي كان بعض العقوبات اللي تنحات اليوم كانت موجوده في الماضي اسهل وابسط عقوبه هي الضرب كانت كارثه نشفى انا كنت في الابتدائي العقاب الجسدي يعني كان العقاب الجسدي وكاين ثاني مثلا الطفل لما يخطئ كانوا يعلقوا له الورقه هذه في ظهره اهانه ويروح يدور على الاقسام كلها الإهانة. يشوفوا كاع الغلطه اللي غلطها وكانه هذا الطفل هذا عالم ما كانش لازم يغلط نعم
يعني كارثه. بون الحمد لله انا نشوفوا هذه لي براتيك هذو نقصوا، ولكن لا ممنوعه. انا نشوفوا دركا دركا كاين لي ريزو سوسيو كامل، انا نشوفوا مره على مره كاين فيديو هكذا تاع اساتذه يضربوا في الاطفال وكامل، وتشوف يعني الناس ردود الفعل تاعهم، يعني الناس كلها درك خلاص، يعني درك الضرب يعني ما نقول العنف الجسدي، يعني جسدي ما نقولوش الضرب لانه يعني الضرب حاجه كبيره، العنف الجسدي خلاص العقاب الجسدي. العقاب الجسدي يعني هذا العقاب الجسدي هو مضر جدا وعنده اخطر من تكلم، هذا ربما يكون في حصه واحده اخرى العواقب تاعو بالضبط العنف التربوي. وكاين كما قلت بعض الاشارات بعض العلامات اللي نديروها للطفل كاللي يديروا له حتى الاذنان صح صح، والورقه هذيك ويمر على كل الاقسام، يعني اهانه وتطيح له من قيمته من خلاص ما يلفتش راسه هذاك خلاص، يعني هذه لا هذا ستان شوك، هذه صدمه خطيره وتخليه ينفر. انا كان يقرا معايا واحد انا شخصيا في السنه الرابعه ابتدائي دخل القسم جا متاخر ولا مانيش عارف واش، تشوف العقوبه كيفاش كانت كبيره، المعلمه درت له مسطره كاري، هذيك مسطره مربعه بين صبعتي هنا ودورتها له، الطفل ناض خرج الى يومنا عمره ما قرا. نعم نعم. من هذاك اليوم ما رجع للمدرسه. كيفاش ترجعوا للمدرسه يقول لك المدرسه هذه راهم يضربوا فيها، راهم يعني ينفر من المدرسه. يعني احنا درك اولادنا رانا نحوسوا كيفاش يحبوا المدرسه، يحبوا المربيين، يحبوا الحياه، يحبوا، وانت دير له اشياء اللي تهربوا من هذيك المدرسه هذه. سي يزيد تعرف باللي هذا الضرب او العقاب الجسدي اصبح يعني فعلا يعني ممنوع، يعني حتى الاولياء ما يقبلوش ولادهم ومن حقهم. صح صح. واش ولاو يديروا بعض المعلمين ما لقوا الا سبيل واحد هو تعويض هذاك العقاب الجسدي بالعقاب اللفظي. اللفظي يلقاوه يعني سهل ويقول لك صالي سبا دو تراس، هو يظن يبهدل، ولكن هذا العقاب اللفظي الاثار تاعو اكثر، قد يكون اخطر من العقاب أخطر الجسدي أخطر في أخطر نفسيه الطفل وشخصيته وكذا. كان عقاب ثالث حتى يعني اكتفي بهذا، عقاب ثالث موجود بكثره في المدارس وهذا خطا كبير ايضا، هو العقاب الجماعي. يجي صارت حاجه في القسم ولا في القسم خاصه، يجي المعلم يعاقب كل التلاميذ. وهنا يشعر من لم يخطئ هذه حقره يقول بالظلم بالظلم هذا ظلم هذا. ولذا احنا ننصح احنا ننصح دائما المعلمين بتفادي العقاب الجماعي، هذا لا ينفع. انا نظن لما دخلك الشك راهم جماعه، عندك شك باللي واحد فيهم كما يقول لك يفو ميو لسي ميل كريمينال اون ليبرتي دون بريزوني ان انوسون، دونك عندك شك باللي واحد ولا اثنين داروا حاجه تشويش ولا حاجه، من الافضل انك تسامح الكل على انك تعاقب الكل على اساس اثنين. يعني هادشي فرق منه هذا لو بينيفيس دو دوت. شكرا شكرا. السيدة أمينة حارش مختصة اجتماعية في شؤون الأسرة والطفل، لما نقول الأسرة والطفل والتربية وكامل مباشرة نفكروا في العقوبة، يعني نفكروا في العقوبة ولا الجزاء ولا ماذا بينا. تكلمينا عن نفسية إما الطفل، نفسية أنا نظن باللي إذا كان الطفل يعاقب بطريقة كما قال الأستاذ بطريقة بالك بالمرات طريقة تجاوز الحدود، انا نضرب لي النفسيه تاع والديه راه ما يرقدوش هذاك النهار، يعني يستناو غير الصباح يطلع باش يروحوا للمدرسه يشوفوا كيفاش يديروا كامل. ماذا بينا تكلمينا على الجانب النفسي. نعم هذا. نعم. تفضلي استاذه. اولا مرحبا باستاذنا، تحيه لك يزيد بكل الاطفال وصديقهم، تحيه لبناتي وابنائي. الله يخليك. شكرا. عندما نتحدث عن العقاب والجزاء، وهذا العقاب والجزاء الموجه الى اطفال الى براءة بالضبط. حتى سن 18 هو طفل بالمرات ما على بالوش كاع علاش ما يعاقبوه فيه، يعني هذا الشيء اللي نعم ويزيد. وحنا المشكل انه طفل 16 سنه 17 سنه خلاص يقول لك اصبح راجل، حنا نشوفوا حتى في عماله الاطفال يقول لك من حق يعني يقدر الطفل يخدم كي يلحق 18 سنه، يعني يشوف حتى القوانين تخلي هذاك طفل.
احنا نبداو نعاقبوه حتى في القضاء، يعني في القضاء، في القضاء نعم يبقى طفل، يبقى طفل. احنا المشكل يعني ويبدا من الاسره، لان الاسره هي اول مؤسسه للتنشئه الاجتماعيه قبل ما نلوم الاساتذه الافاضل، نسبق نلوم الوالدين، لانه الوالدين لازم يعرفوا انه هذا الطفل عنده فروق نفسيه، يعني هو مع خاوته مع زملائه عنده مشاعر، شخصيته متكونه من تركيبه فيها مشاعر احاسيس ميول اعتقادات رغبات، هذا طفل. يعني نقول بالله عليكم هذا الطفل اللي عنده كل هذه الأحاسيس والمشاعر، أول حاجة لازم نآمن باللي هذا وليدي يفهم ويحس. عندما أؤمن أن هذا الطفل يفهم ويحس، نولي أختار نوع العقوبة ونوع الجزاء. إحنا الوالدين يقول لك هذا الطفل نا، أنا اللي نحركه، أنا اللي نسيره. نشوفوا العديد من الأولياء يعني نصيبهم يزيد حتى هو يحب يسقط شخصيته في الابن تاعه. انا لازم قاري وليدي يكون قاري، ولازم يدير التخصص تاعي، ولازم يدير انا طبيب وليدي طبيب طبيب، وحتى لي مانياغ ولي جاست يعني يحب الشخصيه تاعو يسيبها خطا صدقني خطأ. يعني خطأ. والله العظيم نقول للاولياء خطا كبير خطأ. لازم تامنوا بلي هاد ولادكم راهم يحسوا. الحاجه الثانيه، عندما يخطئ الطفل عفوا، وكلنا خطاؤون، ونشوفوا انه الخطا ياتي حسب مراحل العمر. طفل سنتين حتى الأربع سنوات راهو يكون جزء من شخصيته، من أربع سنوات إلى ثمان سنوات، من ثمان سنوات إلى 12 سنة ستأتي المراهقة. أنا طفل عندما يخطئ عنده سنتين، أول حاجة يجب هنا أني نتعامل معه بطريقة حسية أكثر، نقول له شوف كي ترفد هذه الحاجة رايح تنحرق، نفهمه يعني ألم النار. أنا شفت خطرة نعم مرأة مي هذاك النهار جيتي اور دو موا للاسف، وليدها كان يتقرب من النار، واش قلت لهم؟ خلوه يتحرق باش يعرف لي هذيك النار تحرق. هذا الخطا الفادح اللي نويت يعني نقولها انه نشوفوا نبرر، نقول لوليدي لكن نشرح له الامر الحسي بالضبط. نقول له شوف وليدي النار تحرق، نعطي له صور، ما نروحش نحرقوا الامهات يعني ولا غير صدقني كاينه حادثه ونعرفوا هذا الطفل وراه مهندس معماري، ونقولها من هذا الحصه كانت الوالدة تاعو معلمة للأسف أستاذي الفاضل، وليدها يعني باش تعاقبو بالفرشيطة لافورشيت هذيك تسخنها وتقول باللي كان يبكي بزاف، كبر وراه مهندس معماري وعنده التأتأة. يعني شوفوا راجل، شوفوا كيفاش راكم تعاقبوا ولادكم، أصيب بتأتأة، تسخن الفرشيطة وتكويه. نعم هذه تكويه يعني في كل مناطق من الجسد تاعو. هذا الطفل دوك نقول للأولياء، إذا عاقبنا أبنائنا بطريقة هستيرية أولا، وهذا العقاب يكون حسب السن، نعاود نرجع قلت سنتين، هذاك تاع سنتين سي تان اونفو عنده روح الاكتشاف بالضبط. يحوس يكتشف بالضبط. لازم تكون المراقبه انت اللي تعس، بارك الله فيك يا زيد. قبل ما نلوم وليدي نلوم روحي انا، انا وليدي من سنتين لاربع سنوات اتفادى وضع الجافيل وكل مواد التنظيف، اتفادى اني نشعل نخلي الفرن ومشعول امامه، اتفادى كل هادو، ونعرف نتواصل معاه نبين له الجانب الحسي، نوري له الصور، نقول له هاي الحروق، ما هي الحروق؟ نخليه يشوف انه اذا شربنا ماء جافيل يعني يشوف النتائج السلبيه على جسدنا. هذه كلها نروح من الاربع سنوات يكون الطفل زاد نسبه الوعي عنده، نتواصل معاه، نلحق للمشكل الكبير اللي راهو يحدث، هو عندما يدخل الطفل الى المدرسه، وهنا الوالدين يولي عندهم هما فوبيا ويحتاجوا الى متابعه نفسيه. وليدي دخل يقرا سنه اولى، لازم يكون متميز مثل ابن جارتي، مثل ابن اختي بالضبط. بالضبط. ونبدا ما نراعيش هذا الطفل، يقولوا ولدها ما يقراش مليح صحيت يا زيد. واش نبدا ندير؟ نبدا انا نفسيا راني تعبانه، نبدا نقول هذا وليدي لازم يكون الاول في القسم تاعو، ثانيا ما نعرفش بلي هذا الابن عنده احتياجات نفسيه، بلي الحجم الساعي لابنائنا كلهم وراهم هنا، ونظرني شاطروني الراي، الحجم الساعي كبير، يعني يدخلوا المدرسه يقراوا من الصباح للعشيه، الاطفال عندهم طاقه فيزيولوجيه، وكاين اطفال عندهم فرط النشاط. انا العديد من الامهات يتصلوا بيا تقول لي استاذه الابن تاعي يزغد بزاف، وليت نربطه وليت نضربه. ان انفون اللي عنده ليبر اكتيفيتي فرط النشاط بالعكس تستمري فيه يربطوه، معليش نديرو يدير رياضه عنيفه كلمة. يدخل جيدو، هذا عنده ايبر اكتيفيتي نستثمر فيه، نخليه يلعب مع في الايمان، تروح تشوف الطبيب
يعني لو بسيكولوج ولا اضعف الايمان هو يقول لك واش دير، ماشي انت وكان جينا نداوي نفوسنا بنفوسنا. ما كاش يعني اخصائي نفساني واجتماعي وما كاش يعني الجامعه تغلق تربط وليدك على خاطر راهو يزغد بزاف، ما كاش منها لازم انت باسكو ما ديتوش الاخصائي ولا هادشي مسؤوليتهم. وبزاف كاين الاولياء يا للاسف يتهاونوا باش يديو ولادهم للطبيب، يتهاونوا باش يعرضوا، وخاصه تكلمنا في الحصص الماضيه على باش يعرض ولده على اخصائي نفساني، تسمى جاي شغل حاجه طايحه او يدي ولده للبسيكولوج. مازلنا حنا البسيكولوج غياب ثقافه الاخصائي النفساني. وزيد نقول دائما بلي النفساني والاجتماعي يمشوا مع بعض يا زيد، لانه هما اللي يعرفوا ما هي الاسباب اللي خلات هاد لونفون. انا فرط النشاط يقدر الابن تاعي الام تكون حامل وتهمل الابن تاعها، شعوره بهذيك الغيره يخليه يولي بوجي. يقدر هذا الابن راهو يتعامل مع مثلا يعيبوه صحابه، يقدر هذا الابن راهو يحس بنقص يولي ايباغ اكتيف يلفت الانتباه الاخرين. دائما يقولوا كان انا شفت مره جده تقول نعم. بنتها يا بنتي الا تجي عندي للدار هذاك ولدك القبيح غير ما تجيبيهش، يعني شفتها بعيني، شفت يعني للاسف شيء كارثه يعني باش تشوف لا نو بريزون شارج، يعني عدم التكفل بهذ الاطفال. مسؤوليتنا تجيبوا الدراري لازم تكفلوا بهم، ما كانش منها انك تجيب طفل تسيبو قبيح تسمح فيه ولا مسؤوليتك مجبر لازم مجبر، يعني ما فيهاش نقاش. وصدقني يا زيد المشكل انهم كي يزيدوا يدخلوا المدرسه باش نتكلموا على العقاب والجزاء، كي يدخل للمدرسه يبدا يفكر انه هذا الابن تاعو الا كان تحصيله المدرسي متوسط يقول بلي هذا الطفل ما يصلحش. والعديد من الاولياء انا نقول لهم احيانا الضرب الجسدي، يعني احيانا تضرب الطفل هك، هو اسهل من انك تقول له نتايا، نقولها بالدارجه باش يفهموا، انت ما تصلحش ويقولوها انت عره بدل، انت ماشي شاطر بدل، انت بهلول، انت اخر واحد. انا نقولها سمحوا لي لكل الامهات والاباء، صح انا جو بريفير انا كاخصائيه تقول لي راني ضربت وليدي، معليش بكري وعلي خرجوا الان نشوفوا باللي احنا خرجنا جيل متوازن، صح نعرفوا الصح والخطا. بكري كانوا يعاقبونا، كان الاستاذ الفاضل يضربك الشيخ هكا، ولكن يضربك تجاوز هكا اللفظي ما كناش نعرفوه، لكن الان لكن لم المعلمين لم الاولياء، لم الاولياء تجاوز اللفظي عمرنا ما عرفناه، لو ديباسمون فيربال بارك الله فيك زعما عرفنا. يزيد انا الى حشمت طفل وراك قلت، والعديد من المتمدرسين ومن اسباب التسرب المدرسي في سن صغيره بالضبط انه طفل يكون عنده 14 سنه كما هذا الشباب او كما الشابات ويقول له قدام الجنس الاخر او يقول له انت يا انت غبي بدل، انت ما تصلحش. هذاك الطفل نتيجه احساسه بدل انه هو ضعيف وانه هو ما عندوش قدرات ومهارات يقدر يتسرب مدرسيا، وحنا كاخصائيين اجتماعيين في دراستنا لاسباب التسرب المدرسي كذلك احيانا الابناء ينتقموا من اوليائهم عندما يشوف بلي الوالد يقول له بلي انت ما تصلحش، يقول لك خلاص انا واش راني ندير، ما يحب بابا ما يفرحش، انا واش راني ندير يما تزعف. اذا نتكلموا على العقاب المادي اللي هو الجسدي، اذا تعدى حده راح يصبح ارهاب. اذا عاقبت الابن تاعي بطريقه رهيبه راح نخلقه هو غدوه يصبح شاذ. ورانا نشوفوا باللي عديد من الاشخاص الغير متوازنين في المجتمع الجزائري نتيجه لتربيه وتنشئه اسريه غير سليمه، نتيجه لطفوله مرضيه. اذا ضربته بزاف هذا راح نوجده باش يكون مجرم غد. وبالمقابل الى تعاملت معاه بنسميه ارهاب معنوي ولفظي، هنا راني راح نزعزع ثقته في نفسه. بالله عليكم هذا الطفل وهذا الطفله غدوه ثقته في نفسه، غدوه رايح يكون شخص غير متوازن، غدوه يولي ما يعرفش الصح والخطا، وبالتالي رايحين نتحملوا وزر الخطا تاعنا. اذا العقوبه نقولها يزيد، العقوبه نتيجه تحصيل مدرسي ضعيف او نتيجه اخطاء يرتكبها الطفل او الطفله في البيت تاعهم تتطلب سياسه معينه، تتطلب حنكه. وليدي نعرفه ما يحبش يلعب، يحب يلعب بالتابلت، نحيلوا التابلت عقوبه. وليدي نعرفه يحب الشوكولا بزاف، لما نحيلوا الشوكولا لا بريفاسيون. وليدي حتى ما نخرجكش معايا، بارك الله فيك. الجمعه هذه ما نخرجوش على الخطر، انت ما قريتش مليح ولا ما درتش الواجبات المدرسيه تاعك ولا ما نخرجوش. من بعد يفكر الاسبوع يقول لك لازم نديرهم باش الاسبوع المقبل نخرجوا، حرم كاع العائله ما خرجتش مثلا، ولا لا طابلت انترنت ولا لي جو فيديو ولا كاع الاشياء اللي يحبها، مثلا يخرج يلعب مع اصحابه نص ساعه ولا ساعه في النهار وكامل
ممكن هذيك لا بريفاسيون يعني تمنعوا من هذاك الشيء هذاك، راح تحفزوا باش يعني باش بوليفيتي باش ما نروحوش ما نروحوش لهذا القمع كما يقولوا، والالفاظ خاصه الجارحة جارحة جدا، لانها راح تحطم معنوياته. انا نقول بلي هذا الطفل عنده جهاز نفسي كما عنده جهاز فيزيولوجي، وهذا الطفل عنده شخصية متكونة من كل المتغيرات اللي ذكرتها سالفا. انا نقول بلي هذا الطفل الى عاقبته بالعقوبة اللي تتناسب مع الخطأ اللي ارتكبه، اذا اخترت الوقت المناسب السن المناسب، نقدر نحرمه انه ما يروحش عند جداه في نهاية عطلة الاسبوع، نقدر نحرمه من امور بسيطة. كذلك هذا الشيء يخليه نسبة الادراك عنده بالخطأ والصواب تزيد، لاني بالعقوبه السليمه احنا نكونوا موضوعيين يا زيد. في العلوم موجوده، يعني في علم الاجتماع وعلم النفس موجود انه العقوبه تساهم بشكل كبير، لكن اذا كانت عقوبه فعاله ونجيعه. انا مثلا الطفل التاعي ارتكب خطا جسيم، نحرمه من شيء يحبه، هذا اكيد راح ينمي عنده الادراك انه دوغينافون من اليوم وصعيدا لا ارتكب هذا الجرم. بالضبط الاستاذ بالضبط. نفس الشيء حتى ما يحرمونيش من الشيء اللي نحبه، حتى ما يحرمونيش. اذا نقول انه في حديثنا في نهايه تدخلي هذا نقول انه العقوبه يجب ان تكون عقوبه تتناسب مع السن والجنس والوقت الخاص ل شكرا استاذه على انا افضل انا دائما افضل الجزاء على العقوبه، ولكن معليش ما رناش في اللغه نعم. لكن كاين حاجه نعم لا بد ان ياخذ حقه ان يعاقب، نقولوا يعاقب يجازى او يعاقب بالطريقه المثلى السليمة. بالطريقه السليمه بالطريقه اللي لتتساهم يعني في التصحيح، في تصحيح ماشي هو مثلا غير غلطه صغيره بعد تقولوا يا الفاشل يا اللي ما تعرف والو يا انت جامي عرفتكش حاجه نعم. يعني جزاء تقويمي، جزاء تصحيحي تربوي تصحيحي، لكن كان حاجه مازلت نغفل فيها، علاش نستعمل كلمه الجزاء احسن؟ لما يصحح نفسه، انت راك تعاقبه ما تخرجوش ولا تمنعوه وكذا، من بعد تشوف الاسبوع اللي بعده ولا الشهر اللي بعده الطفل كفى عن افهم روحه نعم. انا هنا لازم نبين له ايضا التحفيز بالجميل، التحفيز بالجميل، قال بارك الله فيك ابني شفت الاسبوع اللي ماضي واش كنت داير هذا الاخطاء وكذا، واليوم راك يدخل الجزاء، هذا هو الجزاء، الجزاء ما راهوش غير عقوبة بالضبط. احنا عندنا سي يزيد الله باش ربما نخدموا بها في المدرسه، انا دائما نتكلم شويه على المدرسه لازم كل واحد في اختصاصه الحنين الحنين بطبعا 30 سنه يعني في المجال 30 سنه انا ما عرفتش حاجه اخرى، انا دخلت المدرسه في عمري 5 سنوات ولم اخرج منها حتى ولت عندي اكثر 60 سنه ما شاء الله. شو يعني حياتي كلها في المدرسه. هناك مساله قضيه لها علاقه بالعقاب ولا سانكسيون والجزاء في ليكول في المدرسه، هو لو كونسي دو ديسيبلين، مجلس الطاعه. لو كونسي دو ديسيبلين موجود في خاصه في الاكمالي والثانوي، وهذا المجلس التاديبي. المجلس التاديبي بالضبط، المجلس التاديبي الناس شوفوا الاولياء والتلاميذ واغلب الاسره التربويه تشوفوه هو مجلس، يعني هو محكمه ردعيه يعني نرجع اليها يعني حاجه كبيره. بينما المجلس التاديبي هو ليس لتسليط العقوبات والعقوبات على المخطئ، على التلميذ المخطئ، وانما هو كذلك فرصه او مجلس لإعطاء الجزاءات والكفاءات والمكافآت بالضبط. للتلاميذ الذين يتفوقون سلوكا وعملا ونجاحا في امتحانات ولا كذا. وإحنا قليل من تلقى مدير محنك أو أستاذ محنك يقول يلزمنا نعقد مجلس تأديب لأنه عندنا تلميذ أو تلميذان ما شاء الله متأدبين متربيين ما يغيبوش زيرو أبسونس في فصل كامل زيرو في عام كامل، انا علاش في النهايه ما نعطيلوش جائزه؟ اذا شوف لبري لا سا سيت اون سانكسيون بالضبط، اون سانكسيون بوزيتيف. دونك ميم حتى في الاسره في العائله لما يحسن ابني طفلك اللي راك تشوف فيا اللي راك تشوف فيا لما تشوف وليدك كان مخطئ وانتم تدخلتم عاقبتوه شويه عقاب لين مفيد وتشوفوه تحسن، لابد تخليوه يشعر
باللي راكم فرحانين به والجزيوه وتطلبوا حتى جائزه، ولا قال كنا رايحين لتيبازا ديك التيبازا حنا هذه المره نديوك المسغانم يا سيدي نزيد لكم شويه. شكرا. انا حبيت برك كاين واحد الحادثه صارت للوالد نتاعي ربي يحفظه ان شاء الله. ما شاء الله. كان يحكي لي عليها، كان في البريمار، كان في البريمار في الخمسينيات، يحكي لي قال لي نهار دخلت عندها مده ملي قالها لي دخل البريمار يقرا، واحد النهار مانيش عارف واش دار هكذا، ما على بالوش هو واش اول مره يدخل يقرا في السنه الاولى كامل، يسمع بلا بونيسيون هذه، يسمع بها ما على بالوش واش هي، وعن بالو اللي يروح بونيسيون يرجع راسه ما كاش يده ما كاش، يعني التخويف. تخويف. قال لي قاعد واحد النهار ترهيب. واحد النهار قالوا له ترهيب. نعم. بالضبط. يعني شي واحد النهار قالوا له مش عارف واش غلط، قالوا المدير يحوس عليك. ومن بعد كي راح عند المدير مش عارف واش دار، قال له واش درتوا كذا وكذا، بعد جبد واحد الكتاب قال له غوكوبي موا سا دي فوا، قال له خذ هذه كتبها لي دي فوا، جابها ورجع للقسم. بعد صحابو قالوا له واش 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 دالك واش دالك، قال لهم ما دار لي والو، قالوا عطاك بونيسيون عطاك بونيسيون، قال لهم لا لا، قالوا له واش عطا، قال لهم عطا لي قالوا لي كتب هذه، قالوا له هذه بونيسيون هذه بونيسيون، انا قال لهم مع الاول عمال يهضر بونيسيون راح نروح انا راسي يطير ما نوليش. يعني الترهيب، يعني باش تشوف حتى شغل الاستاذ يرجعوا شغل غول. نعم. يعني الور كل استاذ كذا المعلم ان يكون رسولا، ان يكون رسولا. نعم. يعني الاستاذ راه في محل الوالد، يعني الاستاذه في محل الوالده، يعني هذاك الترهيب هذاك وكامل، يعني هذه حادثه صارت منذ عده عقود. نعم. يعني نعم. ولكن باش تشوف كاين ترهيب هكذا في اوتوكا. شكرا سيزيد. شكرا سيزيد. نفس في نفس السياق. تفضل. في نفس السياق، يعني صارت لنا هنا قبل ما ندخل الاستديو، كنت كنت معنا طفله صغيره تقرا في المتوسط في السنه الاولى متوسط، انا نحب دائما نسالهم، قلت لها تحبي الاساتذه تاعك؟ قالت لي نعم، بعد قالت لي الا واحده، ما نقولش باسم الماده، انا في المتوسط ما نقولش باسم الماده باش نحافظ على المواد تاعك، قالت لي الا هذا الاستاذ، وهذه التلميذه هذه نجيبه، يعني عندها جابت في الفصل الثاني اكثر من 14 ما شاء الله. ايه نجيبه، يعني تقرا مليح، لكن ما تحبش هذيك الاستاذه هذه، وانا دائما الوظيفه نتاعي قلت لها ولكن لماذا؟ علاش هذا الاستاذ؟ ما تحبيهاش. واش تقول لي؟ ما قالتليش ما تعرفش تقري ولا كذا، قالت لي لانها عاقبتني. واش عاقبتك؟ ماذا؟ قالت لي ضربتني ضربات كذا. ولماذا؟ قالت لي نسيت الكراس. شو تلميذه نجيبه. تلميذ النجيب يقرا مليح مهتم وكذا ونسى الكراس، هل يحتاج الى عقاب؟ هذا سموه العقاب، هذا سيسا لا بينيسيون، هذه لا بينيسيون اربيترارمون اربيترارمون كما قبيله قلت سوبجيكتيفمون، تخلي التلميذه تكره الاستاذه وما ادراك من الاستاذ. انا حببت لها شويه الاستاذه، قلت لها لا الاستاذه تحبك ولازم باش تبين للاخرين اللي راهي زعما باش واحد اخرين ما ينساوش الكراريس هذوك اللي ما يقراوش مليح وكذا، ولكنها مجروحه. قالت لي الكراس برك، شو كلمة بركة فقط أثرت في نفسيتها. لا هي عارفة، أي متأثرة، عارفة اللي بلي أنا ما نستحقش عقوبة، ونيتها ما كانش باش تنسى الكراس، ما تنساش واسمك، يعني هي مليح أنك تعاقب التلميذ اللي عمد. يعطيك الصحة، كرر ويعمد. هنا نصيحة، لأنها نجيب يعني مش كيما هذاك اللي موالف يجيب، كان يجيب الكراس، كان ما يجيبش الكراس تعمد، تعمدش الواجبات، ما داش الواجبات، ما يحبش يكتب كره، ما كتبش درسين او ثلاث، يخاف من الرقابه الى غير ذلك. اذا لازم نكونوا اذكياء في التعامل مع الجزاء والعقاب نتاع ابنائنا سواء في البيت او في المدرسه. شكرا 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 شكرا. سيدة خوجة نجاة، مرحبا بك. مرحبا بك. راكي حاضرة معنا اليوم لأنه عندك أطفال في سن تمدرس، عندك الحمد لله ربيتي أجيال، يعني نشوف اللي السن تاع أولادك متفوتين، ربي يحفظهم إن شاء الله. حبيت لو كان تكلمينا أثناء التربية تاعك تاع أولادك هادو، كيفاش كنتي تتعاملي مع العقوبة؟ يا هل ترى كنتي تدربيهم؟ يا هل ترى كنتي تحفزيهم؟ معليش يا لو كان ترجعي لنا سنوات للوراء، وكيفاش هل تطورت يعني طريقة تعاملك مع الأطفال تاعك؟ هل تغيرت يعني من سنة إلى أخرى ولا من سنين إلى أخرى؟ السلام عليكم. مرحبا بك. يسلمك عيشك. عندي وليدي الكبير
في الاول كنت كنقري ما يحبش يقرا الضربه اكيد تقري اليوم اللي ضربتي قري الضربه ولي ماما ما نكتبش وفي عمره 18 سنه دركا 18 دركا يقرا في الجامعه الله يبارك الله يبارك بصح ماشي الضربه ذاك الضرب تاع لا ماشي الضرب المبرح بيان سور اي والله ولكن كانت العقوبه يعني جسديه هذاك الوقت نضربه هكذا شويه نسقي معاه نحرمه بصوالح ما اللي يبغيهم هو هكذا وخاوتو الصغار واللي جاو موراه لا ماشي هكذا يعني الوقت تغير ولا كي تغير الوقت تبدل لا لا الوقت تبدل الوقت تبدل الوقت تبدل ولو دوك الدراري تبدل وعادوا دراري دوكا قافزين على لا تاع بكري شويه لا لا وقراب لمواليهم ثاني وقراب لمواليهم انا نشفى بكري مثلا كان الوالد نهار كامل هو يخدم ويجي في الليل عيان عيان بالك في العشاء ما يتلاقاش مع ولاده يعطيك الصحه هذه دركا الوالدين خداو كونسيونس يعني نخصوا شويه الاولاد يقصروا معاهم شويه يحضروا معاهم يشوفوا واش راهم حابين الطريقه تاع التعامل تاعك دركا تغيرت ولات تغيرت بالمفاهمه كي ما يديرش حاجه دركا ما تضربهمش ما نضربش نكلخلهم نحي لهم كش حاجه نحي لهم هذه تاع الويكاند ما ندي ما نخرجهمش حوسه تخرجيهم شو يعني زعما كي يقربوا الامتحانات يشوفوا واش حابه واش حاب يشري واش راه حاب كي تجيبي لي المعدل هكذا نشري لك ندير لك هكذا داكور يعني بالتكلاخ كل حاجه بالتكلاخ يعني الطريقه هذه تولي خير من طريقات بالضبط يعني ولو انه الطفل نتاعك الحمد لله راهو نجح راهو في الجامعه الحمد لله ولكن كما قلتي من قبيله الوقت تبدل الوقت تبدل ولكن انا نتكلموا يعني ضرب من ضرب تاع بكري والدينا كاع ضربونا ولكن ماشي ضرب مبرح هذاك اللي كاين بعد الشر كاين اللي حتى يوصلوا للاثار في الجسد تاعو كاع التشوهات وما يدير والو يخرج الطفل ما يقرا بعد يفسد يعني يتعقد كلش بالضبط إذا كما قالت لكم الوالدة مليح أنكم تكلموا مع أولادكم تشوفوهم واش يحبوش ما يحبوش صاحبوهم لازم تصاحبوهم والعقوبة لازمها تكون دائما في المقياس نتاعها إذا زاد شيء عن حده انقلب إلى ضده إذا يا أولياء إن شاء الله تكونوا توفقتوا وتكونوا استفدتوا معنا في هذه الحصة هذه في هذا الموضوع العقوبة والجزاء دونك لا سانكسيون إي لا بونيسيون إن شاء الله تقدروا تستفادوا معنا وتواصلوا معنا عبر موقع الانترنت ولادنا تحت جناحنا .com ولا صفحة الفيسبوك ولادنا تحت جناحنا سلام من حقنا ندرس نتعلم حتى ننجح نبذل جهدا نحن نريد طلب العلم لننفع أهلنا ولبلدا نحب الجري في كل مكان حق اللعب يزيدنا فرحة وكذا علاجنا بالمجان حتى ننعم بالصحة لولا مدلولة تلعب تحيا بسلم أمان نفوسنا عنها مسؤولة حقها واجب مهما كان